السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ الأخبار بتكونوا بخير؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باشمهندس، يا ترى ايه القطعات اللي قطعها سيخ الحديد بتاعي بحيث ما يتبقاليش منه فضل خالص، ما هضرش حديد نهائي؟ ركز معايا. اول حاجة هندسة، علشان تقطع السيخ بتاعك ده تقطيعات معينة وما يتهدرش منه سنتي، يبقى لازم تتبع القطعيات اللي انا هقولك عليها دي. اول قطعية وهي 6 متر. السيخ بتاعك بيكون طوله 12 متر، فلو قطعته 6 متر هيديك قطعتين، مش هيتفضل منه فضلة. بعد كده 5 متر هيديك قطعتين 5، وهيتبقى معاك فضلة 2 متر. فضلة 2 متر مش قليلة، ممكن تشغلها في حاجة تانية. احنا بنتكلم على الفضل الصغيرة، فضلة 2 متر ممكن تشغلها في ايه؟ في حاجة تانية. 4 متر، طبعا السيخ 12 متر، اما تقسمه على 4 هيديك 3 قطعيات، فمش هيتهدر منه حاجة. 3 متر، لما تقطعه 3 متر هيديك 4 قطع، مش هيتبقى منه حاجة متهدرة. 2 متر 40، 2 متر 40 هيديك 5 قطع، 5 قطعيات حديد، مش هيتهدر من السيخ اي حاجة. يبقى نقولهم تاني على السريع، لما تيجي تقطع الاسياخ بتاعك عايز تستخدم حديد في سلم، في اشاير، في كذا في كذا، ما تقطعش وتهبد، ما تقوليش 40 فاي، انا عايز 40 فاي تحت وعايز اطلع فوق مثلا 40 فاي او 60 فاي او 1 متر ايهما اكبر، وتروح حاسبها ده انا عايز مثلا 3 متر ونص. ايوه يا عم، قصلي 3 متر ونص من السيخ. تيجي تقوم عامل الاشاير وتلاقي بقى لك فضل قد كده، هتترمي فضلة مثلا نص متر ولا حاجة، هتعمل بها ايه؟ ولا نفع فواتير ولا نفع حاجة. فتروح مفكر في القطعيات اللي انا بقول لك عليها دي، فكر في 2 متر 40 تمشي معاك، ما تمشيش شوف 3 متر تمشي ولا لا، ما تمشيش شوف 4 متر، ما تمشيش شوف 5 متر، ما تمشيش شوف 6 متر. لكن ما تشوفش انت محتاج طول كام وتروح مقطع، وتيجي في الاخر تلاقي كمية تسليح بالعبيط هتترمي او هتتباع لك بتاع الخردة. بكده نكون خلصنا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو الفيديو عجب حضرتك اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.